السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا وسهلا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم دكتور مع منار. حلقة النهاردة هتفيد كل البنات وكل الستات، من أول بقى الأطفال لحد 50 و60 سنة. حلقة النهاردة هتكلم فيها عن البشرة والشعر، وساعات بيبقى عندنا حبوب ظهرت فجأة، عندي مناسبة وطلعت لي حبايه، عشان حبايه عارفه ان انا عندي مناسبه فرح الطلع، او شعري بيتساقط بصوره مش طبيعيه. بالنسبه للمحجبات، احنا عارفين ان احنا في الصيف وفي الحر وفي والجو جو اصلا متقلب اليومين دول، فاحنا عارفين ان الجو والحراره والشمس بتعمل بالذات للمحجبات فرق ما بين البشره والطرحه مغطياها والطرحه مش مغطياها. طبعا بنحتاج ان احنا نعمل تفتيح للبشره، وبنحتاج ان احنا درجه البشره كلها تبقى لون واحد. فبيفرق ده بقى عن ان احنا ما بنبقاش عارفين نستخدم منتجات ايه، ما بنبقاش عارفين نستخدم المنتجات الصح اللي احنا نستعملها، او معنى اصح ما عندناش ثقه في المنتجات. فانا النهارده جبت لكم حد هيكلمني النهارده عن المنتجات اللي معانا النهارده، هي منتجات جينس. هيكون معايا النهارده هدير عاطف جلوبال جينس ايجنت. اهلا بيكي يا هدير. اهلا يا منور، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. بصي يا هدير، انا واحده من الناس، تمام، مش اي منتجات بستخدمها، علشان انت عارفه ان البشره يعني اهم حاجه في الدنيا. بالظبط. بالنسبه للبنات برضو، لما بيطلع لها حبايه لهوي طلعت لي حبايه، لما بيطلع زي بقع، بيطلع زي مأساة. بالظبط، مأساة فعلا. بيطلع بقى، ومشكلة ان بيطلع بقى فجأة، ما بتبقيش عارفة تعالجيها في وقت قد ايه. تمام. انا واحدة من الناس مثلا بحب كل حاجة تبقى سريعة، بحب لما اعمل دايت الاقي نتيجته سريعة، بحب لما استخدم منتج الاقي نتيجته سريعة، اهم حاجة عندي السرعة. الحمد لله النتيجة ظبطت. كلميني يا هدير بقى، هيفرق ايه منتجات البشرة دي عن اي منتجات بره؟ ايه اللي يخليني استخدم منتجات جينس وما استخدمش المنتجات التانية؟ بصي يا ستي، بداية ان اي حاجة امنة على البشرة دوري دايما الحاجة الاورجانيك الطبيعية، علشان انا بشرتي تبقى امنة، ما فيش اي تهيج، ما فيش اي حساسية. بدور دايما على المنتجات النظيفة من الاخر، اللي هي ما فيهاش اي كيميكلز، لان احنا عارفين كلنا طبعا ان الكيميكلز بتعمل ايه البشرة. تمام. فمنتجات الناس يعني بالذات بقى الترتيب اللي هقولك عليه، بتتميز ان هي اورجانيك 100%، بتشتغل كلها منتجات طبيعية. ايوه طبعا، طبيعيه 100%، اورجانيك، بتشتغل بتقنيه عاليه جدا جدا، وهي تقنيه الخلايا الجذعيه. طبعا يعني هنقول دلوقتي ايه هي الخلايا الجذعيه واهميتها ايه، والحاجه الاساسيه اللي بتشتغل عليها منتجاتنا كلها اللي هي تقنيه الخلايا الجذعيه. تمام يا هدير، يعني انت بتقولي لي اول حاجه اللي يخليني استخدم البرودكت دي ان المنتجات بتاعتها كلها اوريجينال، تمام، وكلها من منتجات طبيعيه وخاليه تماما من الكيميكلز. طبعا طبعا. تمام يا هدير. طيب بصي، اول حاجه عايزه ابتدي بيها، علشان اول حاجه بالنسبه للبنات التجاعيد. انت عارفه بيبقى في بنات وسنها صغير، مش شرط خالص يكون سنها كبير، طبعا بتلاقي عندها اللي هي العلامات بتاعت الاكسبريشنز، اللي هي بتبقى لما بتضحك مثلا بيبقى في الخطوط، خطوط من جنب عينيها، بتبقى في البنات وفي الولاد على حد سواء، يعني بيبقى في دايما الخطوط دي، حتى ساعات بتتكسف تضحك علشان الخطوط دي بتبينها اكبر من سنها، وبتبينها ان هي لا، هو دي مش منظر واحده عندها 20 و25 سنه. فعلا. فاهماني؟ فكلميني بقى عن كريم اللي هو التجاعيد. بصي، اللي هي اللي بيخفي الخطوط دي. بصي يا ستي، عندنا في التجاعيد اول حل فوري سريع، يعني انا مثلا لو عندي مناسبه، عندي فرح بالليل، لقيت مثلا خط ظهر، طبيعي الخطوط والتجاعيد بتظهر في ليله، في ساعه على طول. فالخط الظهر ده اعالجه ازاي؟ بطريقه سريعه جدا جدا من غير ما ياخد مني وقت، بسهل مبتكر ورهيب جدا جدا، اللي هو عندنا اللي هو الكريم التجاعيد اللي هو الانستنتلي ايجلس. الانستنتلي ايجلس ده اللي بيميزه ان هو نتيجته فوريه، بيشتغل بالظبط في خلال دقيقه نتيجته بتبان. هو عباره عن امبوله كده، هي دي بيبقى الكريم اللي فيها. انا ممكن برضو افتحها معاكي واوريكي الكريم اللي فيها. بصي بيبقى كده بالظبط، بتحطيه على المكان مثلا، بس طبعا المكان يبقى نظيف جدا، لان لو في اي غبار واي زيوت للبشره الكريم مش هيشتغل. تمام.
بنحطه بطريقه ايه؟ بطريقه الطبطبه يا منار، نحط كده على المنطقه على الخط او الحفره او الانتفاخ وبطريقه الطبطبه. حتى انا كان في فيديو كده هتعرضيه بطريقه الطبطبه على طول، وهتلاقي في خلال دقيقه بعد التعرض للهواء هتلاقي ان الخط راح اختفى. هدير هو انت عارفه انت بتقولي ايه؟ انت طبعا كده ايوه يعني انا عارفه، انا بقول كلام مجنون. بتلغي الفيلر وبتلغي الحاجات بلغي كل اللي حاجة. كلنا عارفينها دي بلغي كل حاجه. ليه بقى؟ لان الحاجات دي عايزه وقت. طب انا مزنوقه في ميعاد بالليل، عايزه يعني عندي فرح، عندي مناسبه عايزه ابان فيها جميل، اكيد مش هقعد اتعالج قبلها بشهر مثلا فيلر، وعارفين طبعا عمليات التجميل بتاخد وقت وكده. فانا الحل احنا طبعا في عصر السرعه، فاحنا عشان في عصر السرعه بنجيب منتجات سريعه جدا جدا اللي هو الانستنتلي اجلس ده يا منار، في خلال دقيقه بالظبط مع التعرض للهواء بيشتغل بطريقه سحر. انا نفسي يعني من الناس اللي ما صدقتش الحاجه دي طبعا الا لما جربتها على اهل بيتي كلهم كده، حطيتهم قدامي جربتها. فدي حاجه بتشتغل ان هي لما تتعرض للهواء بتنكمش، فلما تنكمش بتشد لك البشره على طول. تمام يعني بتشتغل يعني انا بشوف نتيجتها اول ما احطها على طول الاقي النتيجه في ساعتها، خلال دقيقه بالظبط، خلال دقيقه بالظبط بتلاقي الخط راح، الحفره راحت، الانتفاخ راح. يعني نتيجه مبهره يا منار، مبهره. وطبعا هتشوفيها في الفيديوز دلوقتي، هتعرفي ان انا كلامي مش خرافي. لا لا هنشوف كل ده دلوقتي، بس هناخد فاصل صغير وراجع لكم تاني، استنونا. اهلا بيكم مره تانية ورجعنا لكم. اهلا بيكي هدير، برحب بيكي مره تانية. هدير عرفيني بقى العلبه فيها كام امبول؟ يعني انا دلوقتي لما اجي اشتريها العلبه فيها كام امبول، والامبول الواحد يقدر يكفيني كام مره؟ هل من مره وخلاص وهرميه؟ لا لا طبعا الامبوله دي تكفي مثلا لحد من 3-4 مرات استخدام. تمام العلبه فيها 25 امبوله، بتبقى عباره عن شرايط كده، بصي زي ما احنا شايفين كده كل شريط فيه 5. تمام لان هي حاجه كده زي الاستخدام اللي انا هستخدمها كتير جدا وهيبقى عندي مناسبات واستخدمها على طول. وحاجه كمان بقى ان استخدامها الكتير ده مش بيأثر على البشره خالص، ملوش اي سايد افكت. كنت لسه هسألك بقى، يعني احنا عارفين ان منتجات البشره عموما لما بنيجي نستخدمها على مدار فتره طويله قوي، على فكره حتى اللي هي المنتجات اللي بتبقى غاليه جدا برضو لما نيجي نستخدمها على فتره طويله بتلاقي برضو لا فيها لازم يكون ليها اي سايد افكت. لا نهائي ملهاش اي سايد افكت على البشره، ملوش اي سايد افكت. 25 امبوله، كل شريط فيه 5 امبولات بالظبط، والامبوله زي ما قلت لك كده بتاخد بتاع 3 مرات او 4 مرات. طيب قد ايه بعد قد ايه من استخدامي للامبول ده اقدر اشوف النتيجه؟ دقيقة بالظبط. هو احنا كنا هنشوف الموضوع ده. دقيقة بالظبط المفعول بيبان على طول، يعني دقيقة مع التعرض للهواء بتلاقي النتيجة سحرية. عارفة السحر؟ بتلاقيها قدامك على طول. طيب النتيجة دي بتبقى دايمة ولا بتبقى مؤقتة؟ بص يا ستي، في حالة الانستنتلي اجلس النتيجة بتكون مؤقتة لأنه كريم تجميل، وزي ما أنت شايفة كده أنت بتقولي أنت بتهزري دي حاجة سحر. تمام فطبيعي أن حاجة زي كده وخارقة للطبيعة هتبقى مؤقتة، يعني النتيجة بتدوم بالظبط بالظبط من 8-9 ساعات. تمام وبعد ما النتيجة خلاص بتبدأ تروح برجع أحط تاني من حتى بعد ما أغسل وشي. بعد ما يعني بعد ما اغسل وشي برضه النتيجه بتفضل لا موجود. لا طبعا بتغسلي وشك خلاص انتهت، فاهماني؟ لان ده كريم يا منار، فاهماني؟ فاي طبعا بتغسلي وشك. انا عاجبني فيك اللي هي المصداقيه، انك بتقولي لا ده مش علاجي ده تجميلي. لا طبعا ما دي حاجه لازم تتقال، يعني اصلا انا مش هضحك، يعني حاجه سحر زي كده مؤقته، يعني بالظبط من 8-9 ساعات بيبدا المفعول يروح، بتروحي تغسلي وشك تاني وتعيدي الكره. اهم حاجه بطريقه الطبطبه وان الوش يبقى نظيف. طيب اقدر استخدمها لانهي سن؟ يعني احنا عارفين ان السن الصغير بيبقى البشره بتاعته حساسه شويه، ما اقدرش استخدم، بيبقى فيه اللي هي الكريمات فوق 30 سنه، فالكريمات دي لما اجي استخدمها للسن الصغير بتسبب لي مشاكل بعد كده. بصي ده خصوصا، ده خصوصا عادي من المراهقه مثلا عادي ما فيش اي مانع يعني.
اما طبعا المجموعه الباقيه اللي انا هكلمك فيها دي في حاجات معينه فيها ممكن الاطفال يستخدموها. انا نفسي من الناس اللي يعني اللوشن والسيرم نفعوا بنتي جدا جدا، هي بيبي عندها 2 سنين و4 شهور تمام، فانا فاهمه عندهم جفاف في البشره او حساسيه في البشره دلوقتي الأطفال. في الكلام هجيلك دلوقتي في الكلام يعني اقدر استخدمها للاطفال امنه. ما احنا ايه ميزه المنتجات دي يا منار؟ ان هي اورجانيك، فالاورجانيك مش هيضر الطفل في حاجه، فاهماني؟ بس طيب كلميني بقى عن يعني مشكله جيل كامل الهالات السوداء تمام. انا نفسي بعاني منها. الهالات السوداء ليها علاج عندك؟ ايوه طبعا. بصي، علاج الهالات السوداء عندنا اللي هو مجموعه اليومنس طبعا اللي احنا اتكلمت قلت لك بتقنيه الخلايا الجذعيه. اليومنس عندنا ده السيرم الجميل الظريف ده بيعالج الهالات السوداء، مع يعني لو هتواظبي عليه هو والمبيض هيطل يعني هيخفي لك الهالات السوداء مع الاستمرار والمواظبه في الاستخدام المبيض والسيرم تمام. دي يعني انا واحده من الناس. ثواني بس، هو المبيض ده ايه؟ ده فاونديشن يعني؟ لا، المبيض ده حاجه زي كريم كده، مش فاونديشن، هو كريم برضو يعني ملوش لون. يعني حاجه مع تظبط مع السيرم، فاهماني؟ بتوحد لون البشره، بتشيل الهالات السوداء، الاثار بتاع الحبوب برضو المناطق الغامقه بتشيلها بطريقه نهائيه تمام. طبعا خط اليومنس بالذات يا منار بياخد فتره في العلاج لانه منتجات طبيه تمام، مش زي اللي هو الانستنتلي ايجلس تمام، دي منتجات طبيه. خلينا بس نفرق دلوقتي ان ده غير ده. ده تجميلي ما ده علاجي. علاجي، نتيجه دايما فتره علاجه بتقعد من 6 ل 8 اسابيع مثلا، وممكن حالات تستدعي الوقت الاكتر لكده. فاليومنس بالذات خط علاجي بياخد وقت في العلاج، وطبعا بيعالج يعتبر كل حاجه. السيرم ده منار بيظبط الوش مثلا من حب الشباب. لا، هو السيرم ده كده كده لازم للبشره. هو السيرم على فكره وبيستخدم للجسم كمان. في مناطق في الجسم عادي ممكن تحطي عليها السيرم ده. فالسيرم ده بيعالج كل مشاكل البشره اللي البنات بتعاني منها حاليا، من حبوب، من اثار الحبوب، من هالات سوداء. لا، اثار الحبوب ولا الحبوب؟ الاثنين. بيخفي الحبوب. بيخفي الحبوب، بيعالجها. عارفه لما تجيبي مضاد حيوي كده من الصيدليه عشان يعالج لك الحبايه اللي طلعت في وقت زي ما انت قلتي في اول البرنامج، السيرم ده هو الحل الامثل للحبوب، للارهاق في الوش، لتوحيد لون البشره، كل حاجه. السيرم والمبيض ده، المبيض طبعا عشان الحاجات المناطق الغامقه في البشره وكده. فدي مجموعه اليومنس يعني. طيب دلوقتي انت قلتي الاولاني ده بتاع التجاعيد ده تجميلي وبشوف نتيجته في ساعتها علشان ده تجميلي. انما الثاني اللي هو المبيض والسيرم ده علاجي وعشان كده بياخد فتره اطول. طيب اقدر بعد قد ايه من استخدامي اقدر اشوف نتيجته؟ بصي، مينيمم من 6 ل 8 اسابيع تمام، من 6 ل 8 اسابيع، وفي حالات تبقى مستعصيه اكتر بتاخد وقت اكتر، بيبقى على حسب استجابه مثلا البشره بتاع. يعني مثلا في الاطفال السيرم ده ممكن ياخد اسبوع بالظبط. انت عارفه طبعا جسم الاطفال بيعالج وبيتجدد بطريقه سريعه. اما احنا طبعا فينا مينيمم من 6 اسابيع النتيجه بتظهر، ونتيجه يعني بيودي الهالات السوداء تماما تماما تماما. ده انت كده ضربتي ما احنا داخلين هنكسر الدنيا بالظبط. يعني انا قاعده دلوقتي متفاجئه فعلا من انت بتقوليه. يعني النتائج حلوه جدا. هو كان معانا فيديوز تمام وصور، بس عندنا مشكله تقنيه فمش هنقدر نعرضها للأسف. فاللي عايز يشوفها لما يتواصل مع هدير هتوري له كل حاجه طبعا. وكلها حاجات على الطبيعه، كلها حاجات على الطبيعه، كلها حاجات من مصر. احنا طبعا بيبقى عندنا مصداقيه في الصور اللي على النت الكتيره دي. لا، احنا مصورين لكم ناس معانا يعني حاجات ناس فعلا استخدمت طبعًا الحاجات دي طبعا، واطفال كمان واطفال. يعني هدير اقدر اشوف النتيجه دي بتاعت توحيد لون البشره. طب انا عايزه اقول لك حاجه، بس توحيد لون البشره ما بيبقاش مستعصي زي الهالات بتبقى سمره شويه. طبعا بتبقى سمره شويه، بتاخد وقت، عشان كده بقول لك واظبي على الاثنين، مبيض وسيرم، مبيض وسيرم. الاثنين هيتحطوا من تحت العين. من تحت العين. طب طريقه استخدامهم ايه؟ برضو عن طريق الطبطبه؟ طبعا بعد ما تنظفي بشرتك كويس جدا جدا بالغسول، عندنا غسول اليومنس ده يعني تنظيفه عميق وبيهيئ بشرتك. ده غسول للبشره. من خط اليومنس الطبي. غسول طبي وامن،
بيساعد ان البشره بيهيئها انها تمتص 100% من المنتج، تمام؟ فايه بقى يعني فايده امتصاصه؟ ان العلاج يمشي بطريقه اسرع، يعني حاجه كده بتكمل بعضها. ايوه، هي كل الشركات اصلا بتنزل الغسول وتستخدمي معاها الكريمات. فبيسرع النتيجه، فانا اغسل وشي بالغسول وانضفه كويس، احط السيروم، بعد السيروم على طول احط المبيض، بس كده. وطبعا اواظب على العمليه دي عشان الاقي نتيجه، لو مش هنواظب مش هنلاقي. طيب بالنسبه بقى، يعني انا مثلا واحده من الناس في الشتاء بتبقى البشره مقشره وبتبقى ناشفه جدا، الترطيب. ده هيفيد برضو في الترطيب؟ السيرم بيفيد بالترطيب جدا جدا جدا. حاجه كمان بتفيد في الترطيب مع السيرم، الصن بلوك يا منار. طبعا احنا عارفين ان اشعه الشمس ده اساسي. ده بقى ترطيبه تحفه ومش بيزيد زي اي صن بلوك. كنت لسه اقول لك بقى، بيدهنن على البشره. انا قاريه الافكار. مش بيزيد، لان دي حاجه يعني خاصه انا بعاني جداً منها جدا. طبعا في عامل حمايه من الشمس، بيرطب بنسبه عاليه جدا جدا. يعني بالظبط هو قد ايه؟ هو مكتوب اهو، يعني بالظبط 30 حامل حمايه. مش حاطينه اوفر لان هو اصلا طبي وعلاجي، وعايزين بالظبط الترطيب. الترطيب اهم حاجه يا منار. انت وشك طول ما هو مترطب وباين انه طبيعي مش هتحتاجي عامل حمايه عالي، تمام؟ فالعامل الحمايه ده بيساعدك انك تطلعي في الشمس، حتى لو اشعه الشمس خفيفه بيحميه، وفي نفس الوقت بيرطب لك وشك، بيوحد لونه، يعني حاجه كده. وبيعالج التصبغات. لا التصبغات بقى علاجه المبيض. يعني اللي عنده تصبغات مبيض والهالات السوداء بيستخدم السيروم والمبيض. ما تجيش مني. واللي عايز، لا اصل المنتجات كتيره قوي وحلوه قوي. واللي عايز يستخدم العلاج اللي هي الهالات السوداء وتوحيد لون البشره، برضو نستخدم اللي هو السيروم والموبايل. أيوة. انما لو عامل حمايه من البشره اصلا في الخروج بالنهار، الصن بلوك بالنهار هيبقى ممتاز جدا جدا معايا، لان انا ببقى تحت الشمس، ببقى معرضه طبعا لاي جفاف حواليا. صيف شتاء على فكره. ايوه صيف شتاء، مش صيف بس. صيف شتاء، يعني حاجه تحفه يعني. طيب احنا كده هدير اتكلمنا عن الهالات السوداء، واتكلمنا عن الغسول ان احنا ازاي ننظف وشنا اصلا، واتكلمنا عن اللي هو العلامات بتاعت الاكسبريشنز. في بقى مشكله، تمام، بتبقى موجوده عند معظم البنات، وهي الاستريتش ماركس. تمام. الاستريتش ماركس دي بتيجي للبنات اللي هم بيبقوا كانوا تخان وخسوا، او بتيجي للبنات اللي هم كانوا رفيعين وتخنوا، او بتيجي للحوامل بعد ما ولدوا. ويعني بصي، موجوده عند 90% من بنات وستات مصر. طيب الاستريتش ماركس دي بقى، انا عارفه ان هي لما بتبقى في المرحله، لما بتبقى لونها احمر، لما بيبقى الخط لونه احمر. ايوه كنت لسه هقول الحته دي. بتبقى علاجها سهل وبسيط وبالليزر، والدنيا بتبقى تمام. لكن لما بتوصل لمرحله ان احنا بتبقى وصلت اللون الابيض، الابيض. بتبقى خلاص علاجها شبه مستحيل اصلا، وبعلاج غير ان علاجها بياخد وقت طويل جدا. فقولي لي بقى، مشكله الاستريتش ماركس بتتحل ازاي؟ مشكله الاستريتش ماركس طبعا بعد الشاور بحط حاجتين بالظبط، ولازم برضو اواظب عليهم، لان احنا من غير الواظبه مش هنلاقي نتيجه. اول حاجه برضو السيرم. بصي السيرم ده يعتبر ده اساسي معانا، ده بصي المنتج الرئيسي في الشركه، ده البست سيلر اصلا في الشركه، اللي يعني بتحطيه لكل حاجه، حاجه كده بتعالجي بيها اي حاجه في الجسم والبشره، تمام. وبجانب كمان اللوشن. اللوشن يا منار هو يعني بيبقى كريم كده، وهو بشرتك تبقى شبه رطبه، بتدهنيه على كل جسمك بالذات المناطق اللي فيها التمدد. طبعا في حاله التمدد الخطوط الحمراء بتروح 100%، بتروح على طول. الخطوط البيضاء طبعا علشان كلنا عارفين ان هدير ان فعاليه اللوشن ده نفس فعاليه الليزر؟ طبعا. هقول لك ليه، ونفس فعاليه الليزر، وطبعا عايزين نقول ارخص من الليزر، وعايزين نقول ان حاجه امنه. احنا طبعا عارفين ان اي الليزر بيعمل ايه في البشره بعدين وكده، تمام. بس طول ما انت بتعالجي بشرتك بحاجات مضمونه اورجانيك كويسه، ما اعتقدش ان هيضرك. حتى لو العلاج ده خد شهور، انت كده كده ماشيه في السليم. هو اي علاج جلديه اصلا بياخد فتره، علشان بنوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها، دي حاجه معروفه. فاللوشن بقى بيعالج التمدد، ترطيب البشره. يا جماعه اهم حاجه ترطيب البشره. انت تعرفي اصلا ان التمدد والحاجات والاستريتش مارك وكل ده بيبقى نتيجه من الجفاف. انت بشره جسمك طول ما هي مترطبه، طول ما الحاجات دي نسبه ظهورها قليله،
اما بالنسبه بقى للخطوط الحمراء بتروح نهائيا، للخطوط البيضاء بقى طبعا بتروح 75% منها، يعني بتحس ان هي اصلا مش موجوده. تمام، عشان نبقى صراحه. طبعا احنا جايين نضحك. طب على فكره عايز اقول لك حاجه، نسبه 75% دي برده مش نسبه جميله. انا من الناس اصلا ما بتروحش انا من الناس اللي لما حصلت معايا 75% دي انا ما شفتش اصلا خطوط، مع انها كانت بيضة يعني ما شفتهاش. ايه اللي بيحصل يعني؟ هل اللون بيتغير ولا البروز نفسه بيروح؟ لا، اللون تحس انه بيختفي. البروز طبعا البشره بتبدا تشد. البروز بقى لما تبقى نفس لون البشره مش هتبقى باينه. ما هو البشره يا منار لما بتتعرض للترطيب ده، زي ما قلت لك انا ما كملتش حكايه تقنيه الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه يا منار بتعمل ايه في جسمنا؟ ان هي دايما في اي حاجه طارئه، من جلطات، من الحاجات الكبيره جدا، تقدر تتنشط عشان تعالج الحاجه الكبيره دي. اما بقى منتجات اليومنس بتعمل ايه؟ الماده دي بتروح للخلايا الجذعيه، تهجم عليها كده، تقول لها اتحركي حالا، انا عايزه اعالج المنطقه دي. يعني انا بعمل ايه في جسمي؟ بعالج جسمي، بخليه اعالجه منه فيه. فهماني ازاي؟ يعني انا بس بحرك الخلايا الجذعيه بس بمزاجي انا. يا دوب انا وديت لها ماده عشان تعالجها، يعتبر انا بخلي الجسم يعالج منه نفسه. فهماني؟ فالخلايا الجذعيه دي من اول ما بتعالج الضرر او المكان بتظبط معانا الدنيا خالص. تمام، ليه بقى اي سايد افكت ولا برضه؟ لا طبعا ملوش اي سايد افكت، لان هقول لك لو ليه سايد افكت ما كناش استخدمناه على الاطفال. تمام. طيب يا دير، كلميني بقى عن مدى فعاليتها على الحوامل من حيث الامان. يعني انت عارفه الحامل بالذات بيبقى ليها معامله خاصه علشان الجنين. ف نسبه فعاليتها على الحوامل من حيث الامان قد ايه؟ آمنة تماما. المنتجات اللي انت شايفاها قدامك دي كلها آمنة على الحوامل بنسبة 100%، لأن زي ما قلنا اتكلمنا في حكاية الطبيعة والأورجانيك وما فيش كيميكالز وكده، فده بيخليها آمنة. إذا كانت آمنة على الأطفال فطبيعي إن الحوامل 100% يستخدموها يعني. طب يا دير، عايزة أتكلم برضو معاكي في موضوع الكولاجين. البشرة أصلا علشان تبقى حلوة وعلشان تبقى صافية هي اصلا كده كده بتفرز كولاجين. بس احنا بنزودها عن طريق ان احنا لما بنروح للدكتور بيدينا حقن كولاجين، بيحقن البشره يعني بالكولاجين. او انا كنت شفت اللي هي الامبولات دي بتاعت الشعر متهيئ الكولاجين. انا مش عارفه هي بتستخدم لا هي للبشره والشعر على فكره. ممكن. تمام، الامبولات دي بتاعت الكولاجين. خلاص، انا عايزه اقول لك ان في مليون نوع كولاجين. تمام، في مليون وكلهم تحطيهم قدامي مش هعرف افرق ما بين ده الحلو وده الوحش، وما بين الشركه دي والشركه الفلانيه والشركه العلانيه. تمام، فانت كلميني قولي لي يعني ايه اللي يخليني استخدم الكولاجين بتاعك وما استخدمش الكولاجين اللي بره. بصي يا ستي، اولا اول معلومه للكولاجين بتاعنا اللي هو اسمه الناره، طبعا التيكت متشاله من عليه. هو بتبقى جاي في برطمان كده، بيبقى مشروب بودر يا منار. تمام، بيتشرب بودر. بيتشرب. بيبقى مكيال بيتحط على كوبايه ميه صغيره كده. الميزه الاولانيه انه مش بيتخن يا منار. طبعا كلنا طبعا عارفين ده كلنا ده عارفين كلنا عارفين ان الكولاجين بيتخن. تمام، فايه اللي بيميز الكولاجين بتاع شركه جينيس؟ انه هو طبعا مستخلص من فواكه ومن حاجات طبيعيه. حاجات طبيعيه برضه زي ما ابتدينا في اول الحلقه. جدا تمام، ده اول حاجه. تاني حاجه، نسبه تركيز الكولاجين في 11000 ملي جرام. اي تركيز في السوق يا منار ما بيزيدش عن 4500 جرام كتركيز كولاجين. تمام، طب مش التركيز ده يعمل مشكله بعد كده ولا لا؟ حاجه كويسه؟ لا مش هيعمل مشكله، اصل انت حاجه طبيعيه. تمام، بصي عامه الكولاجين في جسمنا يا منار بيبدا ينقص بعد سن ال 30، الا اذا كمان قبل سن ال 30 انت التغذيه بتاعتك سيئه فاوريدي بيبدا ينقص. طبعا احنا ما شاء الله كلنا التغذيه بتاعتنا سيئه. فالكولاجين فدي اول تاني ميزه، يعتبر التركيز العالي بتاعه. تالت ميزه ان هو مش بيتخن. ليه مش بيتخن؟ ان الكولاجين بتاعنا معالج بطريقه معينه، كولاجين من الاسماك سهل الامتصاص، اما الكولاجين بتاع السوق كولاجين انيمال. تمام، فبيبقى صعب في الجسم، بيقعد في الجسم مش بيمتص. اما طول ما امتصاصه سريع طبعا التخن بتاعه ما فيش تخن، ما فيش اي حاجه، بالعكس. ده انا عايزه اقول لك لو خدتيه شربتي كوبايه بعد العشاء بالظبط بيساعد لك في الحرق، يعني يعتبر كولاجين كمان. ده اللي هم بيخسوا. بيساعد في الحرق، بيزود سرعه الحرق، بيتقل الشعر، بيشد البشره، بيخلي وشك كده منور شويه. بالام المفاصل يا منار، الام المفاصل الروماتيزم والخشونه
اكتر حاجه هتلاحظي فيها يعني تغير في الكولاجين ده؟ بتشربيه بالظبط كوبايه سواء الصبح او بالليل على حسب انت عايزه ايه يعني. فدي هي الميزه. يعني انت دلوقتي قلتي ان الكولاجين للي هم السن الكبير شويه في السن للالام المفاصل ان هم في ناس، وعلى فكره انا من الناس اللي بتعاني، انا منفصل وانا مش كبيره من سن صغير تمام عادي. بيعالج الام المفاصل وكمان بيتقل الشعر ايوه لانه بيحفز الكولاجين اصلا في الجسم يا منار انه يفرز. فانا لما الكولاجين مثلا في منطقه الشعر عندي يفرز فطبيعي انه هيتقل تمام. ويعني هو ما بيتخنش، لا ده كمان بيخسس. ايوه كمان بيسرع سرعه الحرق بطريقه رهيبه يا منى. طيب بصي انا عايزه برضو اقول لك حاجه، انت بتقولي بيتقل الشعر، طيب بالنسبه لباقي شعر الجسم بيبقى ايه نظامه؟ لان احنا عارفين ان في برودكت بتتاخد علشان نعالج بيها شعر الراس وبعدين بتجيب نتائج سلبيه على بقيه الجسم. لا 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 مش بيتقل شعر، بيتقل شعر الراس بس. ايوه لان نسبه الكولاجين في الراس طبعا بتبقى اكتر فبيساعدها انه يفرزها بطريقه اكتر فبيتقل بس. طيب يا هدير دلوقتي احنا في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي دي امراض المزمنه كتيره جدا، قولي لي ازاي المنتجات بتاعتك تقدر تعالجها؟ بصي يا ستي، عندنا السيرم ده يا ممر حاجه كده بتعالج اغلبيه الامراض المزمنه الجلديه. زي ايه؟ زي الاكزيما، زي الصدفيه، زي الجرب. طبعا كنت هوريكي يعني صور بشعه كتير كان الناس هتتضايق جدا جدا. زي ايه تاني؟ زي حساسيه، زي التهيج بتاع البشره. دي كلها امراض بالسيرم رايحه 100%. السيرم ده يا منار يعني مش قادره اقول لك حاجه زي المعجزه، يعني حاجه كده رهيبه للبشره. طفره، انا بسميها طفره. فبيخلي البشره معالجه صحيه جدا جدا. بيساعد بقى الامراض دي كلها انها تختفي طبعا بالمواظبه، وبيبقى ليها كميات طبعا. طيب فعاليتها بتشتغل ازاي؟ فعاليتها زي ما قلت لك في الاول عن طريق الخلايا الجذعيه. ده الخلايا الجذعيه دي في كل المنتجات اللي قدامك دي كلها تمام. يعني الخلايا الجذعيه بتشتغل مع المنتجات اليومنس، مع الانستاتلي اجلس، مع الحاجات الباقيه اللي لسه هنتكلم عنها. طيب بصي يا هدير، احنا دلوقتي في فتره ان محدش عاجبه حاله. محدش عاجبه حاله ولا حد عاجبه شكله. مهما كان ايه محدش عاجبه شكله. خلاص السمرة عايزه تبقى بيضة. أيوه. والبيضه عايزه تاخد اللي هو لون البرونزاج ده وعايزه تبقى سمرة. ومحدش عاجبه شكله طبعا. فكلميني عن مجموعه الفاونديشن اللي هي بتبيض. هل هي علاجيه ولا تجميليه؟ بصي طبعا شركه جينيس امتازت ان هي اول شركه تعمل خط كوزماتيك علاجي. يعني ايه خط كوزماتيك علاجي؟ طبعا انا وانتي عارفين ان يعني ايه فاونديشن بيتحط باستمرار وبيعمل ايه للبشره. ولو نمتي بيه بقى ده خلصت كده الحبايه الله اكبر بتقول لا ده غير الحبايه بقى الحبايه ويا ريتها بتيجي الحبايه والبثور السوداء حاجات كتير. فشركه جينيس طلعت لنا خط الاني في. الاني في عباره عن فاونديشن وبرايمر وبرونز تمام. يعني خط متكامل اللي احنا هنحتاجه للبشره، البرايمر بعدين الفاونديشن بعدين مثلا بنرش شويه برونز. ايه بقى يعني ايه ميزته؟ ان هو طبعا بخاخ يا منار، فاونديشن بخاخ تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه خفيف على البشره جدا جدا يا منار، ده تاني حاجه. تالت حاجه الكفر بتاعه كويس جدا بالنسبه للناس اللي بيحبوا الكفر ال 100%. طبعا بيتقلكوا 100 فبتحصلي على كفر ممتاز. تالت حاجه علاجي يا منار. يعني ايه علاجي؟ يعني الفاونديشن ده فيه الماده اللي موجوده في مجموعه اليومنس اللي بتعالج، اللي هي الماده اللي بتشتغل على تقنيه الخلايا الجذعيه اللي هي الماده الفعاله الاي بي تي 200 موجوده برده في خط الان في علشان تعالج. يعني انا ممكن احط الفاونديشن ده واجي مثلا من الخروجه انام بيه عادي. بالعكس ده انا كده هدي وقت لبشرتي ان هو يعالج، ان هو يخليه صحي اكتر. يعني انت بتقولي ان احنا نحطه ومش بس نحط، لا ده احنا كمان ننام بيه عادي جدا. انت بتدي فرصه اصلا لبشرتك ان هي يعني تستنفع بيه اكتر، فاهماني؟ فيعني دي حاجه طبعا يعني اكيد. طيب اللي عايز اساله لك برضو، هل بعد ما اغسل وشي النتيجه بتفضل زي ما هي؟ لا طبعا، هو فاونديشن بيروح بغسل الميه بس. ايه اللي بيفضل بقى؟ هي الحاجات اللي دخلت بقى في الوش من جوه يا منار. العلاج بتاع الماده نفسها لما يدخل يتعمق. طبعا احنا لما بنغسل وشنا اكيد مش كله بينضف من جوه، فاهماني؟ فده بقى العلاج. وبالذات الفتره اللي انت خليتي انه محطوط على وشك، يعني مش قادره اقول لك بقى، يعني بتحصلي على نتيجه احسن بعد ما تغسلي وشك. يعني بتلاحظي بقى فرق
طبعا برضو يعني انا استني بس في حاجه مش فاهمها. انت بتقولي لو غسلت وشي انا النتيجه مش هتفضل زي ما هي. ايوه طيب. اللون بيروح، ما هو فاونديشن يا منار لون اهو. هو بس هو بخاخ سبراي. ده السبراي دي حاجه كويسه على فكره. دي حاجه طبعا مش هتكلكع، مش هتعمل، هتعمليه بكل سهوله كده على طول، هتمسحي بس الزوايد، حاجه تحفه سواء للبرايمر والبرونز كمان، فدي حاجه مش طبيعيه. البرونز ده بيعمل ايه؟ البرونز اللي هو بيديك الهايلايتر، عارفه الهايلايتر؟ انا عايزه طبعا الحته التلمع دي كده، فحط رش على طول، انا كده بقيت برونز في نفسي. تمام. يعني احنا دلوقتي بنتكلم على اساس ان ده منتج علاجي مش منتج تجميلي. لا مش منتج تجميلي. تمام. واقدر ان انا احطه وانام بيه؟ وانام بيه، امن جدا انك تنامي بيه. طب مش بيطلع. طب انت كده اصلا غيرتي مفهوم ان الميك اب حاجه بتضر البشره، الميك اب حاجه بتنفع البشره. لا لا احطه كل يوم عادي جدا، يعني مفيش منه. للناس اللي هي بتحط ميك اب كل يوم بيبقى يوميا. ما انا بقول لك ان الفاونديشن ده بالذات الحاجه الامنه انك تستخدميها بطريقه يوميه، حاجه تحفه للبشره. طيب ادخلي لي بقى عن المشاكل اللي بتقابل كل بنت سواء محجبة او مش محجبة. المحجبة بسبب انها دايما كاتمة شعرها بالطرحة، والمش محجبة بسبب ان هي دايما شعرها معرض للشمس، للأتربة، بتبقى موجودة في الشارع عموما. تمام. فبيبقى الشعر معرض اكتر ان هو يبوظ وان هو يتلف. فكلميني بقى عن مجموعة الشعر. مجموعة الشعر يا ستي بتعمل ايه اصلا في الشعر؟ عندنا اللي هي مجموعة الار في ال. تمام. الار في ال دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة كاملة من الشامبو والكونديشنر والسيرم. استني بقى كده، نستخدم اول الشامبو ده لايه؟ نغسل كويس. ده عشان نغسل بيه شعرنا كويس. بيعمل ايه للشعر؟ بيعمل الشعر ان هو بينظفه بطريقة عميقة، لان احنا طبعا عارفين القشرة، عارفين الغبار، عارفين العرق اللي بيكون في الشعر بالذات الشعر المغطي بسبب الشامبو. ايوه طبعا بسبب الشامبو ده. طبعا ايه الميزة الآمنة فيه؟ ان هو اورجانيك زي ما اتكلمنا، مستخلص من نباتات وحاجات كتير، يعني تحفة يا منار. ريحته مش مزعجة نسبة ان هو شامبو معالج، يعني حاجة طبية مش مزعجة خالص، بالعكس ريحته يعني زي الورد، زي الحاجات دي محطوط فيه الورد والحاجات دي عشان ريحته تبقى مش متضايقة منها. طيب عشان شعر. بس ريحة الشعر دي انا عندي مهمة جدا. الريحة بتاعته بتفضل مستمرة ولا بتفضل بتروح؟ بتفضل معاكي، بتفضل معاكي. انا عايزة قوي الشامبو اللي هو بيبقى ريحته حلوة. بتفضل معاكي بالذات كمان ان الكونديشنر ده اخر خطوة بتستخدميه بعد ما ده بقى بيعمل ايه؟ بتبخيه بقى، بيبدأ عايزه في تشابك مثلا، في هيشان في الشعر، في حاجه كده عايزه تظبط في الشعر، اللمعان بيزود لمعان الشعر يا منار، بيخلي لمعان الشعر كويس، بيتقل الشعر جدا جدا جدا. ما كنت لسه بقى هقول لك بالنسبه بقى تتقيل الشعر بيعالجه جدا بالذات. فكمان عايزه اقول لك الحالات الصعبه زي الثعلبه. معقوله؟ جدا. كنت هوريكي برضو الصور طبعا للاسف. فبيعالج حاجات كتير في الشعر، في برضو نسبه صلع بيعالجها بطريقه مش طبيعيه. فانت بتستخدمي الاول الشامبو، بتنظفي شعرك كويس جدا جدا جدا، بعدين بتحقني مثلا دي حاجه بصي زي سيرم بس عارفه عامله ازاي كده، بتروحي للفروه مثلا وتحطي مثلا تحطي في فروه شعرك تمشي عليها كده على طول بالخط، بعدين اخر خطوه بقى تسرحي شعرك بالكونديشنر البخاخ. ده بعد ما اغسل شعري وخلاص بقى بخيخ. تمام. يبقى انت قلتي على التتقيل. طب العلاج بتاعه بياخد مده قد ايه؟ بصي في شعر ممكن يلاقي استجابه بالظبط من اول شهر. تمام. وفي شعر ممكن يبقى عايز كميه اكتر وياخد وقت اكتر، بيبقى على حسب برضو يا منار استجابه الجسم. يعني اكتر مده بتبقى قد ايه تقريبا؟ يعني مثلا مينيمم شهر ونص، شهرين. طب ما دي كويسه جدا. ده العلاج المفروض بياخد من 6 شهور ل 8. أيوة. الا في حالات طبعا الامراض اللي هي الثعلبه والصلع دي طبعا بتاخد فتره اطول وكميه اكتر طبعا. بصي هدير، انا والله العظيم قاعده فعلا مبهوره باللي انت بتقوليه، وما كنتش اعرف ان انا معلوماتي يعني الصغيره او القليله ان اللي بيبقى عنده مشاكل بيتجه لدكتور الجلديه بيعمل يا اما ليزر يا اما حقن، والحاجات دي بتاخد مده طويله جدا. مده طويله وليها برضو جوانب. فانت جيتي النهارده غيرتي لي المفاهيم دي كلها. منتجاتك تحفه تمام ورائعه، وانا هجربها شخصيا. انا بشكرك جدا، للاسف وقت حلقتنا خلص بسرعه جدا معاكي. ان شاء الله اللي يحب يتواصل مع هدير هيشوف الصور والفيديوز على ناس اوريدي استعملت الكلام ده، وهيشوفوا هيجربوا النتيجه وهيبقوا معاها ان شاء الله. انا بشكرك جدا. كان معانا هدير عاطف جلوبال جينس ايجنت.
بشكرك يا هدير. شكرا يا منار حبيبتي. استنوني الاسبوع الجاي وحلقه جديده. باي باي.